الله أكبر الله أكبر، ما شاء الله ولله الحمد، لا إله إلا الله، الله أكبر، ما شاء الله، اللهم بارك وزد في ذلك، اللهم بارك وزد في ذلك، اللهم نسألك خير هذا المشروع وأن تجازي أهله وأن تبارك في المحسنين، اللهم آمين. كاين واحد المنطقة هنايا خصها ضروري تشوفها إن شاء الله، بالك الله سبحانه وتعالى يوفقك إن شاء الله. هذاك الشيء اللي درت، جيت هنايا وأنا والفريق ديالي شفت هاد البلاصة، صراحة بقاو فيا بزاف لأن الماء كل شيء، ووافقنا باش نديرو هنايا هذا المشروع الحمد لله، وراه نجحنا فيه والحمد لله إن شاء الله. إخواني أخواتي، أكيد مع الفيديو اللي غتشوفوه والله العلي العظيم شيء يبكي القلب قبل العين. تبعوا معنا وغتشوفوا الفرحة في وسط. أولا الله أكبر، دراري الصغار، الشيوخ ما شاء الله، الله أكبر، وكذلك الماشية، الله أكبر، فالحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم أغثنا غيثا نافعا ولا تجعلنا من القانتين. وعلى لسان السي محمد، شنو هي الرسالة اللي غتقدم لجميع المحسنين اللي ساهموا في هذا المشروع الخيري الرائع؟ اخر رساله اللي غنرسل على هذا المنبر ان شاء الله نقولهم خير وخير عظيم. الوطن ديالنا خاصه الشباب، الوطن ديالنا محتاج لينا كاملين ان شاء الله. نديروا البصمات، اللهم بارك وزيد، نديروا البصمات، نكونوا ايجابيين، ما نكونوش سلبيين ان شاء الله، باش نزيدوا القدام ان شاء الله بالبلاد ديالنا ان شاء الله. الله يجازيك بخير، شكرا جزيلا.